نبي الواتساب ايضا، هل نفس الموضوع، نفس موضوع دايركت مسج ونفس موضوع محادثات في 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 تويتر؟ الواتساب هو أسوأ برنامج من الناحية الأمنية يستعملونه الناس. الواتساب، الواتساب البرنامج ينشر جميع معلوماتك بلين تكست غير مشفرة لأي أحد ممكن يطلع عليها، أي أحد يعني. إذا شركة اتصالات تطلع على كل شيء، كل صورة، كل فيديو، كل جروب أنت داش فيه، منو موجود بالجروب، أرقام تليفوناتهم، ساعة الدخول، ساعة الخروج، الروابط التي وضعت ومنو ضغط عليها، منو دخل عن طريقها، الانفايت، صور، كل الأشياء. يعني إذا طلع لشخص ما، مثلا شخص اسمه ناصر، طلعت معلومات عن الواتساب أو البرودكاست اللي دازها، فمعناته الشركة اللي هي اللي مطلع عنها هذا الأمر. طبعا وهي قاعدة تخزن، ترى شركة اتصالات بالكويت تخزن الواتساب وتقدمها للنيابة. طبعا والمسجات نفس نفس الاس ام اس، يعني الاس ام اس، الاس ام اس هذه صار لها 10 سنين تخزن، والام ام اس بعد مصورة تخزن. بس في النقطة حق إذا حق الواتساب، احنا راسلنا الشركة أكثر من 1500 ايميل أرسلنا للشركة أنها تدعم، أن نبيها تدعم التشفير، لأن في شركات راسلناها وغيرت من سياستها ودعم التشفير. أنا مع مجموعة من الشباب نسوي بحث ودراسات على كل برنامج ونختبره ونراسل الشركة. الشركات وحتى وجدنا مثلا برنامج اسمه التانجو حق التحدث الصوتي، سوينا وراسلناهم بوجود ثغرات في البرنامج. تويتر الوحيد، قصدي الواتساب الوحيد اللي كان يرفض يستعمل التشفير، وكان يقول لنا في الايميلات، وانا حطيت الايميلات صورتها في تويتر، ان جميع الكلام وجميع الرسائل والروابط والصور بمقدور شركات الاتصالات وشركات الانترنت معرفتها. مشكلتنا هنا ان شركات الاتصالات تستعمل اشتراكات شركات الانترنت، يعني انت الحين قاعد تمر على رقاب مجموعة من المراقبة، مرحلتين من المراقبة. نعم. زاد وزارة المواصلات، زاد في خيار اخر ابو يوسف للناس يستخدمونه بدل واتساب؟ اي طبعا، برنامج اخر، في برنامج مشابه لها بالضبط اسمه برنامج لاين، LINE من شركة اسمها نافر، شركة يابانية سيفرتها في اليابان. انا قرأت خصوصيتها بالكامل، ما يمكن ان تكشف عن معلوماتك الا باذن الله. لاين، LINE. جميل. اذا استاذ عبد الله العلي ينصح بعدم استخدام الواتساب، لانه لا يعني ليس فيها اي خصوصيه، لا تحتفظ باي خصوصيه، وينصح باستبدالها بموقع او ببرنامج اخر اسمه لاين. بعد قليل ان شاء الله سنستريح قليلا.